السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام أنت السلام إليك أمر السلام حي مسلم بن مسلم السلام أمر 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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع اللهم أعنا على جهدك وشكرك اللهم صل على عبادتك ربنا إلى أن سبحان الله قال الله سبحان 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 الله الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين وسلم على سيدنا محمد الأخير وسلم ورضي الله كما قال تعالى وسلم وحديث سيدنا رسول الله أجمعين
أمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ودافع بيننا وبينهم بالخير. رب اغفر وارحم وانت اغفر الرحيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم احسن عقيدتنا في امور كلها، واجرنا من تلك الاعظم الاخره. يا الله يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، واجر الذنوب وخطيئات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات، وتقديرنا بها يا الله جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي، وابعد لنا ما قضاه وارزقنا متابعه النبي صلى الله عليه وسلم، قولا وفعلا وظاهرا وباطنا، وقولا وفعلا وقعدا وعباده وعملا صالحا. اللهم احينا بحياه العلماء، وامكن بما في الشهداء، واشفنا يوم القيامه في زمرة الاولياء، وادخلنا الجنه مع انبياء المرسلين. اللهم انا في الدنيا والاخره، اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا وبركه برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله يا محور الاحوال خير العالمين لا سميع الحق. اللهم انا نسوق حسن الخاتمه، ونعوذ بك من سوء الخاتمه. اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره ربنا وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لا تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ملك المعبود سبحان ملك الموجود سبحان ملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت أبدا سبح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسيدنا وكفيتنا مولانا محمد. الخليفة الأول أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. رضي الله عن الدين الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وسيدنا وبركتنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. ونعوذ بك من شر ربك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو واعف عنا والوالدين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أستحي من الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ملك معبود سبحان ملك موجود سبحان ملك حي الذي لا ينام ولا يمات ولا يموت أبدا سبح القدوس ربنا رب الملائكة والروح سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عن الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا وزهرنا ومولانا محمد سمع الله لمن حمده.
الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا